جزاكم الله خيرا. يقول اشتريت سلعة بسعر أقل من المعروف، فهل لي أخذ الفرق دون علم صاحب المال الذي بعثني لشراء تلك السلعة؟ يجب عليك الصدق، وأن لا تأخذ شيئا إلا ما أعطاك الموكل. فإذا أمرك أن تشتري هذه السلعة بمئة ريال مثلا ووجدتها بتسعين، فإن الواجب عليك أن ترد إليه الزائد، ترد إليه العشرة إلا إذا سمح بها لك. نعم.